أحلى 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 مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا يزور هالخانق، هالخانق أنا زرته من قبل بس ما صورته، وحين يصور بس أنا أنصحكم ما تجونه لأن ما في شيء الواو، أنا وثقة فقط. هذا اسمه سلالم طويلة وما في شيء، ما في شيء يعني يجذب الواحد إيه. بس أنا هذا المحل، هذا المكتب تدفعون وتاخذون هلمت وتدخلون، يلا وراي واحد. بس مثل ما اقول لكم ما انصحتونه لانه متعب وما ما في شيء الا الواو، يعني الشيء اللي يجذب. عند الدخول هذه الخوانق طبعا مثل ما اقول لكم قريبه من إنسبروك النمساويه. يوم تدخل تمسح البطاقة وتدخل، طبعا البطاقة تاخذها من المكتب مع الهلمت، يعطونك اياه مع الهلمت، ياخذون عنك 5 يورو ترجع البطاقة والهلمت، ردوا عليك 2.5 يورو. هذا هني المدخل وهذا المكان. نواصل فيها مشي كثير، ترى هذا المكان فيه مشي كثير، يبغي لي لياقة.